نتعلم ونعمل نطبق ونجتنب الفرقة والشذوذ، لأن من شد شد في النار. ولهذا كان بعض الناس يتبع ماذا؟ المتشابه. لأن بعض الناس عندنا في هذه الأيام حتى يبحث عن الأمور الشاذة، أحاديث الموضوع الباطلة، الأقوال الشاذة، الأقوال كذا وينشرها. وحدث هذا في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، رجل كان بالعراق عبد الله بن صبيح، كان يتبع المتشابه وينشر هذا بين الناس. فجاء به عمر إلى أين رضي الله عنه؟ عمر أين؟ بالمدينة. في كل يوم عمر يضرب هذا عبد الله بن الصبيح، يضرب بالعصا وبالدرع ويرجع إلى السجن. يوم من الأيام قال عبد الله بن الصبيح لعمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، يعني اقتلني الآن، كل يوم أضرب وأسجن وبعدها الموت، الآن الموت أحسن. وإن أردت تأديبي فقد تأدب، إن أردت بهذا أني أتأدب أنا لا أعود إلى متشابه أبدا. ترك عمر رضي الله عنه وأرسل وراءه موسى رضي الله عنه، ما رجع أبدا إلى تتبع إيش؟ المتشابه. حتى مات عمر، عندما مات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء من؟ أهل الباطل. أنت تعرف اليوم القنوات تخرج وتلمع من؟ أهل الباطل. إنسان لا يعرف أصلا أنه مسلم، لا في الهيئة ولا في شيء، ولا بالعلم ولا بشيء، لا يحسن يقرأ الفاتحة يخرجه. فعندما مات عمر رضي الله عنه جاء هؤلاء عبد الله بن الصبيح وقالوا له مات عمر، يعني لا سجن ولا ضرب ولا شيء، ارجع. قال لا، أدبتني ذرة عمر. فأخواننا أهل الحق يتبعون المحكم، أي دليل متشابه يردون المحكم، ما يبحث وراء المتشابه. ويكفيك في المتشابه أنه متشابه. أترك، لو قال لك قائل عندي دليل في صحيح الإمام مسلم أو البخاري على جواز الحلف بغير الله، تسمع له؟ تقول والله ما أسمع منك ولا كلمة. يقول في صحيح مسلم، تقول لا أستطيع أسمع منك. لماذا لا تسمع مني؟ تقول لأنك من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. لو سرنا على هذه الطريقة والله ارتحنا أخواننا. هذا يقول المؤلف، جوالاتنا إلا من رحم الله مليئة بالباطل. صح، لفلان المرجئ، لفلان الباطل، لفلان مبتدع. لماذا ما تعبي هذه الهواتف بماذا؟ بأقوال من؟ السلف. لماذا تسمع لهؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. نعم، خطير هذا الأمر والله أخواننا. نعم.